السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم ومع درس جديد من دروسنا على قناة ربيع الزيات. درس النهاردة هو طريقة عمل تنجيد بشكل تاني بشكل جديد. ممكن يكون في ناس عملته على الفيس ونشرته يعني على الفيس، ولكن احنا هنشرح الطريقة، طريقة عمل الاسطمبة وطريقة عمل الجنب ورص الاسطمبة، ونبدأ بسم الله. أول حاجة يا جماعة، بنجيب قطعة من الخشب، قطعة من الخشب مقاسها طول وعرض يكون مظبوط، يكون مثلا 40 في 40، 50 في 50، على حسب الحجم اللي انت عايزه او على حسب يعني حجم الاسطمبة نفسها انت عايزه قد ايه. فاحنا هنشتغل تقريبا على 40 سنتي في 40 سنتي، تمام كده. ببدأ اعمل اكس في ال40 في 40 بحيث يديني ان الزاوية دي، الزاوية ده هي تبقى زاوية 90. يعني لو خدت خط كده وخط عمودي كده بيبقى الزاوية دي 90، لان الطول مظبوط والطول والعرض مظبوط، هيديني الزاوية دي 90، وده المهم في الموضوع، تمام كده. طيب بنعمل الاكس دي علشان نحدد النص بتاع الاسطمبة اللي هنشتغل عليه، نص الاسطمبة اللي هنشتغل عليه. بعدين باخد تقريبا كده 5 سنتي من فوق، مسافة كده 5 سنتي من فوق. المسافة دي يا جماعة هناخد من العلام بتاعها من عند الاكس، يعني بسيب الفراغ اللي فوق دوت علشان الفراغ ده هحتاجه بعد كده وهتعرفوا ليه. 5 سنتي من فوق من هنا، تمام كده. المسافة دي هي اللي تهمنا في أول الشغل يا جماعة. المسافة دي من أول التقاطع ده لغاية التقاطع اللي هنا ده، المسافة دي هي اللي هشتغل عليها في الضلع ده والضلع ده، تمام كده، علشان أطلع الاسطمبة بتاعتي مظبوط. طيب المسافة دي هقيسها بالطول، يعني هقيس من هنا لهنا وأبدأ أحدد منطقة النص بتاعتها. هنشيل السهم اهوت كده، النقطة الحمراء دي هي نص المسافة ما بين التقاطع ده والتقاطع ده، تمام كده. طيب وهنجيب غطا بتاع جردل، اي غطا بتاع جردل او اي دوران عندك، اسطمبة دواير مثلا لو عندك، واشتغل بها عادي مفيش مشاكل. هنجيب الغطا بتاع الجردل هنحطه في المنطقه دي. بصوا كده يا جماعه، حروف الجردل تكون ملمسه هنا في النقطه وملمسه هنا في التقاطع، بحيث انا لما اجي اخد خط الخط ده هيمر بالنقطه دي ويمر في نص التقاطع ده، تمام، اللي هو الخط ده اللي هو هاخد بيه علامه بالشكل ده، بحيث لما اشيل الجردل هيديني الدوران بتاعي مظبوط من عند التقاطع لغاية النقطة اللي في النص دي. بعدين هنقل الغطاء الناحية التانية بالشكل ده وابدأ أعلم عليه برضو من بره في المنطقة دي، واشيل الغطاء بحيث يديني حرف الاس اللي هو ده، هيديني درجة ميلان أو تقوس مظبوط جدا، وحرف اس شكله متناسق. طيب حرف الاس اللي عملته هنا هبدأ أقيس المسافة التانية دي زيها بالظبط، واللي عملته هنا هعمله هنا، يعني اس حرف الاس هنا وابدا اعمل اللي عملته هنا هعمله في نفس المكان دوت، تمام كده، اللي هي هتديني حرف الاس التاني ده. يعني احط حرف الجردل هنا في الدوران كده من بره، ودي من جوه. يعتبر يا جماعه اللي فوق، يعني اللي فوق انا عامل الدوران جوه، واللي فوق برضو هنا عامل الدوران، الناحيه التانيه دي هيطلع بره الخط، تمام كده. دي يا جماعه شكل الاسطمبه، وده الدوران اللي هنطلع بيه واللي هنشتغل بيه الجنب. طيب هتبقى معانا النقطة اللي هي بسيطة ديت، اللي هي بتاعت 5 سنتي من فوق، تمام كده، اللي هي دي هقفلها بالطريقة دي. المنطقة دي محتاج ان نطلع بيها بسن، فبطلع بيها بشكل عمودي، وعشان احصل هنا على منطقة سن او زاوية، لو طلعت عمودي مش هيديني سن، يعني لو طلعت خروج من حرف الاس ده كده مش هيديني سن في المنطقة دي، لا انا عايز سن هنا ارتكاز وبعدين اطلع بيه زي بنفس الشكل كده، اتفضل. وابدأ اقص الاسطمبة وافرغها بحيث تدي معايا الشكل ده. الاسطمبة بعد ما تتفرغ هتبقى بالشكل ده يا جماعة، تمام كده. وتعالوا نشوف طريقة شغل الجنب هتبقى ازاي. بالنسبة لشغل الجنب يا جماعة، زي ما حضراتكم شايفين كده، انا بحط الاسطمبة بطريقة مرصوصة جنب بعضيها. يمكن حضراتكم شايفين طريقة الرش وطريقة الشغل، وعلى فكرة الاسطمبة دي انا عملتها على قطعة من الكرتون، يعني الموضوع سهل جدا تقدر تعملها وانت في الشغل عادي، ولكن القطعية بتاعتك او الدوران بتاعتك بتاع حرف الاس لازم يبقى مظبوط، ولازم يبقى بضغطة واحدة علشان الكرتونة ما تعملش معاك رايش، والرايش ده بيظهر في الرش. والكرتونة كده كده هتحتاجها، يعني حتى لو عملت الاسطمبة على قطعة من الخشب هتحتاج انك تعمل اسطمبة تاني على قطعة من الكرتون علشان تجيب بيها الاماكن المزنوقة جنب الحيط او في الزاوية، وتقدر تلم الاجزاء اللي هي الاسطمبة الخشب مش هتقدر تيجي فيها، تمام كده. بالنسبة للسنين يا جماعة، المنطقة اللي احنا قلنا هنسيبها فوق هي دي المسافة اللي بعلم بيها
او بحط فيها سن الاسطمبه اللي هي مكان الزرار اللي احنا بنقول عليها مكان الزرار. منطقه الزرار هي المنطقه اللي احنا بنحط فيها ارتكاز الزاويتين اللي انا قلت لكم في من فوق 5 سنتي. وبكده يبقى خلصنا درسنا، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.